السلام عليكم، انا اشرف ابراهيم وده المخبر الاقتصادي. حابب اشكر موقع مستقل على رعايه الحلقه، واللي ما يعرفش مستقل فهو موقع بيضم افضل المستقلين العرب عن بعد، فتقدر توظف من خلاله مبرمج يعمل لك موقع على الانترنت مثلا، او يطور تطبيق موبايل زي تطبيق شركه جلوفو، او توظف مصممين لتصميم شعار لمشروعك، وتقدر كمان توظف كتاب او مترجمين واي خبرات انت محتاجها لانجاز مشاريعك على الانترنت. لو حابب تعرف اكتر عن مستقل في رابط للموقع في وصف الفيديو لو بتتفرج من يوتيوب، او في اول تعليق لو بتتفرج من الفيسبوك. في سنة 2014 كان في شاب من اسبانيا عنده 23 سنة وقتها اسمه أوسكار بيير، كان درس واشتغل شوية في الولايات المتحدة قبل ما يقابل واحد في اسبانيا اسمه ساشا ميكود عنده 44 سنة. الاتنين قرروا يتعاونوا في انشاء شركة. من خلال شغل ودراسة أوسكار في الولايات المتحدة عرف هناك شركة اسمها بوست ماتس، وهي شركة امريكية ضخمة لتوصيل الطلبات، فشاف ان في فرصة لو عملوا شركة مشابهة في اسبانيا. وفي نفس الوقت ساشا كان بيفكر في حاجة شبيهة. المهم حصل التعاون بين الاثنين، واسسوا في يناير سنة 2015 شركة لتوصيل الطلبات. اي طلبات؟ بداية من المفاتيح وطلبات البقالة والادوية واكل المطاعم. اسمها جلوفو، مقرها في برشلونة، وشعارهم بنوصل لك اي حاجة لحد باب البيت في اقل من ساعة. الازمة الاقتصادية الطاحنة اللي كانت بتمر بها اسبانيا في الوقت ده ساعدتهم كتير، لان في جلوفرز او اشخاص مزودي الخدمة اللي معاهم السكوتر والعجل وبيوصلوا الطلبات، انضموا ليهم علشان يزودوا الدخل بتاعهم. وده اللي احنا بنأكد عليه وبشكل قناعة لدى المخبر الاقتصادي، ان في اوقات الازمات والصعوبات الاقتصادية بيكون في فرصة ضخمة يقدر الاشخاص يستغلوها ويعملوا منها اعلى شغل. ساشا نفسه قال ان الازمة الاقتصادية في اسبانيا كانت مكافأة بالنسبة لنا. المهم جلوفو الوليدة بدأت تشتغل وتنتشر وتنمو بسرعة كبيرة في مدن اسبانيا، ثم بدأت في التوسع في مدن جنوب اوروبا. نتائجها كانت مبهرة للمستثمرين، وبالتالي بدأوا يضخوا فيها أموال في أكتر من جولة تمويل، وبدأت تتوسع خارج أوروبا إلى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديدا في مصر والمغرب، لحد ما وصل عدد الدول اللي شغالين فيها أكتر من 20 دولة. وفي خلال 2018 كل 4 أيام كانوا بيفتحوا فرع في مدينة جديدة. هنا قبل ما نتكلم عن ظروف شركة جلوفو جوه مصر، محتاجين نقف وقفة مهمة جدا. في قناعة مترسخة عند الشباب اللي عايز يبدأ الستارت اب بتاعه، إنه لازم يوصل لفكرة واو مفيش حد عملها قبل كده، أو لازم يخترع حاجة مش موجودة أصلا، حاجة تكون فريدة من نوعها. الحقيقة إن القناعة دي خاطئة إلى حد كبير. مش لازم عشان تعمل ستارت اب بتاعك أو المشروع بتاعك يكون موجود فكرة مش موجودة قبل كده. وأكبر دليل شركة جلوفو اللي بنتكلم عليها دلوقتي. أوسكار وساشا اللي أسسوا الشركة بيعترف إن هم ما جابوش فكرة ثورية أصلا، وإن اللي يهم الشركات الناشئة هو الانطلاق والاستمرارية. الاتنين بيعترفوا في الأحاديث بتاعتهم إن فكرة شركة جلوفو مستوحاة من شركات زي أوبر وديليفرو. ديليفرو شركة بريطانية لتوصيل المواد الغذائية. علشان كده مش لازم الستارت اب بتاعك يكون فكرة عظيمة ومش موجودة في التاريخ، ممكن تكون فكرة عادية كمان ليك منافسين في السوق. ازاي هتتعامل معاهم وهتشتغل على نقاط الضعف بتاعتهم وتخترق السوق بتؤدة ونمو ثابت؟ على سبيل المثال، من كام يوم ظهر قدامي على الفيس اعلان لشركه شحن محليه في مصر. قلت اشوف بيتعاملوا ازاي. بعت لهم رساله، قلت عايز انقل المفاتيح من مكان ده للمكان ده. ردوا عليا بعد 4 ايام. هل دي شركه ممكن تنافس في السوق بالشكل ده وكمان شغالين بالبيزنس موديل التقليدي مش زي جلوفو او اطلب في مصر؟ المهم جلوفو دخلت مصر وبدات اعملها في ابريل 2018 تقريبا. كانت شغاله كبدايه في محافظه القاهره والاسكندريه، وكان متوقع انها تتوسع في محافظات تانية. لحد قبل نهايه ابريل اللي فات ده 2019 كانت جلوفو بتنمو بسرعه كبيره في مصر، وقدرت تستحوذ على حصه كبيره في سوق توصيل الطلبات من المنافس الاول والاكبر ليها، وهي شركه اوتلو. رغم ان جلوفو بتوصل اي حاجه بخلاف اطلب اللي مركزه على توصيل الطعام. نسيب جلوفو شويه ونركز مع شركه المانيه اسمها ديليفري هيرو، تاسست في 2011، وزي ما هو واضح من الاسم فهي شركه لتوصيل الطعام عبر الانترنت، بس الاسم فيه هيرو. ما الهدف بتاع المؤسسين ان الشركه تبقى منصه عالميه لخدمات التوصيل وتحديدا توصيل الطعام. نموذج عمل شركه ديليفري هيرو قائم على استراتيجيه شهيره في البيزنس اسمها هاوس اوف براندز،
عن علامة تجارية وهي هنا Delivery Hero تحتها علامات تجارية كتيرة أغلبها بيكون عن طريق الاستحواذ عليها. علشان كده Delivery Hero بتمتلك أكتر من 30 علامة تجارية منتشرة حول العالم، ما بتعملش حاجة غير إنها بتستحوذ على علامات تجارية شغالة بتلتهم المنافسين اللي قدامها، إما بالاستحواذ وإما بالاستثمار في المنافس نفسه عشان يفضل تحت عينها. في سوق الشرق الأوسط استحوذت Delivery Hero على شركتين لتوصيل الطلبات. أول واحدة في شهر مايو 2017 وهي شركة كويتية اسمها كاريج لتوصيل أي حاجة زي نظام شركة جلوف، بس كان معظم شغلها في دول الخليج. والتانية في شهر سبتمبر سنة 2017 وهي شركة مصرية اسمها أطلب لتوصيل الطعام ونشطة في مصر. وبما إن في منافس طالع وعمال ينمو ويتوسع اسمه جلوفو، يعملوا إيه معاه؟ إما الاستحواذ أو الاستثمار. الاستحواذ مش نافع، يبقى الاستثمار. وفي أغسطس 2018 عملت جلوفو جولة تمويل بقيمة 115 مليون يورو، وأكبر مستثمر في الجولة دي كان Delivery Hero، ضخ حوالي 51 مليون يورو علشان يبقى أكبر مساهم في شركة جلوفو ويمتلك 16% من الشركة. كده Delivery Hero عندها حصة في شركة جلوفو بنسبة 16%، وعندها أطلب منافس جلوفو في مصر، وعندها كاريج اللي لسه داخل مصر من شهر ونص تقريبا، وتحديدا في مارس 2019. من كام يوم وتحديدا نهاية إبريل 2019 أعلنت شركة جلوفو بشكل مفاجئ خروجها من مصر وتشيلي. ليه يا عم تخرج من مصر؟ ده انت حصتك بتكبر يوم بعد يوم، وضخيت في السنة دي حوالي 5.5 مليون دولار، ومستعد تضخ مبالغ أكبر لأنك شركة عالمية والمستثمرين بيجروا وراك يضخوا استثمارات عندك، والملعب مفتوح قدامك في مصر. شركة أطلب مركزة في الأكل بس، والمنافسين التانيين مركزين في الأكل برضو زي أوبر إيتس ومام والمينيوز وغيرهم. بتخرج ليه؟ وفي الوقت اللي احنا كلنا مستغربين فيه ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، اعلنت شركة جلوفو انها عملت جولة تمويل بقيمة 169 مليون دولار. اللي دار في الكواليس بقى كان كالتالي: شركة Delivery Hero اللي بتمتلك 16% من شركة جلوفو واللي لازم يوافقوا على الصفقة، قالوا احنا ما عندناش مانع بس بشرط تخرجوا من مصر عشان الشركتين بتوعي اللي هناك اطلب وكاريج يسيطروا على السوق، وكمان تنسحبوا من تشيلي عشان الشركة بتاعتي اللي هناك واسمها بيديدوسيا بتاع توصيل طلبات برضو تسيطر على السوق في تشيلي. وهنا جلوفو وافقت على الخروج من السوق المصري والتشيلي. من ناحية هتاخد 169 مليون دولار تتوسع في أسواق تانية المنافسة فيها أقل، ومن ناحية هتظبط التكنولوجيا بتاعتها بتوظيف واستقطاب أعداد أكبر من المهندسين والتقنيين اللي عندهم خبرة، وفي نفس الوقت مش هتدخل في منافسة شرسة من القادم الجديد وهي شركة كاريج اللي شغالة في نفس شغلها وهو توصيل أي حاجة، واللي هيكون واقف وراها شركة Delivery Hero العملاقة اللي عندها قدرات مالية ضخمة ونفسها طويل لو دخلوا في سباق الكاش بيرن حرق الفلوس. هنا شركة جلوفو تختار معاركها بعناية، مش أي عركة تدخلها وخلاص. يعني مثلا لحد دلوقتي بقالها 4 سنين بتتوسع في الشرق وفي الغرب، ولحد الوقت لسه ما دخلتش سوقين من اكبر الاسواق في العالم، هو سوق الولايات المتحده بسبب شركه بوستيماتس العملاقه واللي مسيطره هناك، والسوق البريطاني بسبب شركه ديليفرو اللي مسيطره هناك. ساشا نفسه اعترف بصعوبه التنافس مع الشركتين دول، وان جلوفو هتاخد وقت وفلوس كتيره جدا عقبال ما توصل للمستوى بتاع الشركات دي، وساعتها هيفكروا يدخلوا الاسواق دي. وكمان شركه جلوفو كانت محتاجه التمويل ده علشان تطور من خدماتها وتحديدا تبدا تاسيس شبكتها من السوبر ماركت، ولكن من احدث جيل في السوبر ماركت وهو ما يطلق عليه السوبر ماركت المظلم او المتجر المظلم دارك ستور او دارك سوبر ماركت، وده عبارة عن منفذ للبيع بالتجزئة غير مفتوح للجمهور زي نظام المستودعات كده، والتسوق فيه بيتم عبر الانترنت فقط كليك اند كوليكت. تدخل على ابليكيشن جلوفو تختار البقالة بتاعتك وتبعتها وتوصلك في اسرع وقت من اقرب منفذ ليك. الجيل الجديد من السوبر ماركت ده ميزته انه تكاليفه قليلة جدا، لان مخزن البقالة أو المستودع بيكون قريب من مفترقات الطرق بس، مش لازم يكون في الشوارع الرئيسية، ومش لازم يكون الواجهة بتاعته مكلفة، واللي شغال جواه الموظفين بس بيجمعوا الطلبات ويبعتوها. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة.